البريونيس لونجس ماسل، شوف اهي على اللاترال سيرفيس اوف ذا فيبولا اهي، التن بتاعها ماشي بيهايند اللاترال ايه ماليولاس، جه هنا عمل جه في الفود داخل على السول اوف ذا فود، عمل جروف على الكيوبويد بون، ووصل لحد الميديا الكونيفورم بون والفيرست ميتاتارسال بون. اما نشوف الاورجن بتاعها تطلع من ال arises from the upper two third of the lateral surface of the fibula اهو. وبعد الانسيرشن البرينيس لونجس اهي بتعدي، بتعمل اهم حاجه بتعمل جروف على الكيوبويد بون هنا، لما بتوصل هنا هي الاول عدت بعند اللاترال مالولس، يعني عملت جروف على الايه الكيوبويد بون، وبعدين مسكت في الميديال كونيفورم بون والفيرست ميتاتارسال ايه بون. المصل دي تعمل اي فيرشن لان هي والبريفس، وبعدين يعملوا ايه يساعدوا في البلانتر فليكشن. المصل دي ليها اديشنال اوريجين اديشنال اكشن انها بتمشي بالعرض، اشوف ماشيه وهي عامله جروف على الكيوبويد، تمسك في البيز اوف ذا فيرست ميتاتارسال بون والميديال كونيفورم، فعشان كده بنقول عليها maintains the transverse arch of the foot، يعني المصل دي تعمل maintain the transverse arch of the foot اللي هي بنسميها perineus A lungs. النيرف سبلاي بتاعها بتاخد نيرف سبلاي من السوبرفيشال بيرونيال نيرف اللي هو الماسكولوكوتينوس A نيرف، تاخد نيرف سبلاي من السوبرفيشال بيرونيال نيرف اللي هو الماسكولوكوتينوس نيرف.